بسم الله الرحمن الرحيم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. أنا العميد المظلي الركن عبد الكريم حسن الأحمد رئيس أركان اللواء 18 أعلن انشقاقي عن النظام الأسدي المجرم وانضمامي للثورة السورية العظيمة، وأوجه الرسائل التالية: أولا إلى كافة الضباط وصف الضباط والأفراد العسكريين والمدنيين الذين يعملون لصالح النظام، أدعوكم للانشقاق عن هذا النظام المجرم أو العمل من أماكنكم لمساندة الثورة. ثانيا إلى المجتمع الدولي ولكل من يدعي حقوق الإنسان، إن مصلحتكم مع الشعب السوري وثورته العظيمة وليست مع نظام قاتل مجرم فاقد للشرعية. ثالثا إلى من يدعي صداقة الشعب السوري والتأييد للثورة، أود إعلامكم بأن النظام المجرم يقوم بتوزيع الأقنعة الواقية للغاز على النقاط والحواجز العسكرية، وهو مؤشر خطير يدل على نية النظام الإقدام على ارتكاب مجازر بحق الشعب بالأسلحة الكيماوية، وعليكم تحمل المسؤولية إزاء هذا الأمر. ونحن العسكريين نعاهد الله والوطن على خوض معركة التحرير مع الشعب السوري من داخل سوريا حتى تطهير هذه الأرض من هذه العصابة القاتلة. عاشت سوريا حرة أبية.